وعودة مشاهدينا الكرام إلى خبر عزم مجلس النواب مناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عماد خليل عضو مجلس النواب. أهلا بك معنا سيادة النائب. ما تفاصيل جلسة الغد؟ يعني بكرة إن شاء الله في طلبات أحاطة من عدد 16 نائب من أعضاء مجلس النواب يمثلون كافة التيارات السياسية سواء أغلبية أو معارضة، تقريبا يمكن كل القوى السياسية في البرلمان، وده أول استخدام للأدوات الرقابية في دور الانعقاد الرابع وبحضور رئيس الوزراء لبحث كل الآليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والقيادة السياسية في منع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين. نعم، هل هناك خطوات برلمانية مقبلة بشأن القضية الفلسطينية ستقومون بها سيادة النائب؟ أسألك هذا السؤال لأنه ربما يتبادر إلى الذهن سؤال، هل هناك اتصال برلماني ما بين حضراتكم وبين برلمانات في دول أخرى خاصة دول أوروبية أو ما شابه لإيصال وجهة النظر العربية لهم بشكل وبتفاصيل برلمانية خاصة أنتم يعني معنيين بها؟ ست النائب تسمعني؟ دعيني أقول لحضرتك أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ سبق أن أجري جلسة استثنائية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين ورفض العدوان الغاشم من دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وده كان نتيجة طلب من كتلة تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين داخل المجلسين، نتبعها بجلسة الغد، وكمان في تحرك للجنة حقوق الإنسان وعدد من اللجان المشتركة في مجلس النواب لرصد كل انتهاكات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الإبادة التي تحدث في القطاع ضد الأبرياء من أشقائنا في فلسطين. لكن أن أخبر حضرتك أن المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أصدر بيان يمكن منذ ساعات أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 1330 مجزرة وعدد المفقودين أكثر من 6000 مفقود إما تحت الأنقاض أو جثامنهم في الشوارع، أما عدد الشهداء فقد وصل ل 13000 شهيد، أكثرهم أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، تحديدا 5500 طفل و 3500 سيدة فلسطينية، بالإضافة لاستهداف الكوادر الطبية أكثر من 201 طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني و 60 صحفي فلسطيني، الاعتداء على المساجد والكنائس والمستشفيات في عدوان غاشم، وايضا لاصدار زي ما حضرتك قلتي موقف عربي موحد ضد جرائم الاباده والجرائم ضد الانسانيه، وكمان توجيه تلك الاصوات للدول الغربيه التي طالما نادت بحقوق الانسان وتقف صامته امام سلب اهم حق من حقوق الانسان وهو حق البقاء على الحياة. طيب رأينا في الأيام الفائتة كيف يمكن للشارع، كيف يمكن للوقفات الشعبية حتى في الدول الأوروبية أن تكون ضاغطة على حكوماتها؟ إلى أي مدى البرلمانات العربية عندما تجتمع بشكل أو بآخر يمكن أن تمثل ضغط على دول غربية ترى الموقف من وجهة نظرها؟ يعني دعيني في البداية أوجه التحية للشعب المصري يعني الذي وقف وخرج للشوارع في 20 أكتوبر استجابة لتصريحات القيادة السياسية برفض التهجير الفلسطيني من قطاع غزة لسيناء، وذلك حماية للقضية الفلسطينية وحماية لعدم تصفية القضية الفلسطينية، كما قال السيد الرئيس لما سبق لدينا أكثر من 9 مليون ضيف، وهو دائما السيد الرئيس يصف
اللاجئين في أرض مصر بالضيوف، لن يضر مصر بوجود 2 مليون إضافي، ولكن حماية للقضية الفلسطينية مصر ترفض التهجير بشكل قاطع. أما في دور البرلمانات فهي خطوة يعني مهمة جدا، وهو إيصال تلك الأصوات وأصوات الشعب المصري للبرلمانات نعم الدولية برفض الشعوب العربية لتلك المجازر، وفي نفس الوقت الضغوط يمكن الشعوب الأوروبية خرجت وتظاهرت وتابعت بشكل كبير كل البلدان والعواصم الأوروبية والأمريكية ضد الانحيازات يعني التي أصفها بالسافرة لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتغاضي عن المشاهد التي تندى لها جبين الإنسانية في القطاع من استهداف أطفال وسيدات نعم وغيره وقد جميعهم عزل. نعم، جلسة موافقة غدا سيادة النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، أشكرك جزيل الشكر.